كل أهلنا في سوهاج وشبابها وكل العاملين في قطاع الآثار والسياحة على الروعة اللي احنا شفناها النهاردة. تشريف فخامة الرئيس اللي بقدم له شكر باسم كل أهلنا في سوهاج ولشبابنا ولكل العاملين في مجال الآثار إنه حضرته إنه يجي النهاردة ويحتفل بافتتاح هذا المتحف. شيء مهم جدا، الآثار اللي فيه بتحكي تاريخ مصر كله، آثار كلها أصلية.